الليل قمت الليل المركز كيتو بكره القران بكل ما نموت شهيد بقول له يا حبيبي صار روحي يتوضا وروح على الجامع صلي صوم الحمد لله ولا يوم عمره افطر انام واصحى وهو قاعد انام واصحى وهو قاعد بالنهار ينام وبالليل يقعد وكاتب بالوراق كاتب وصيات يما بس انا ما شفتنش امبارح لما نادوا بالجامع بكى نايم وقعد وين بدك يا هذا الجامع طلع ورد رجع طلع ورد رجع وبعدين طلع وما رجعش ما كان باله يموت شهيد ان شاء الله انه فدا الاقصى فدا فلسطين يا رب الله يرحمه ويحفي عنه الله يرحمه ويحفي عنه يا الله الله يصبرني بلايا يا رب مات ابوه محبوس بك عمره 14 سنه وطلع من الحبس قبل ما مات ابوه بيوم بك ابوه بالمستشفى والصبي تعكد شوي وراح تا يشتغل مرة وانقبض وراح أخرى مرة وانقبض بطل فوت إسرائيل بكى طول النهار ظل قاعد بقول له بدي أموت شهيد بدي أموت شهيد أنا كله لا يمه